متابعين مشاهدين الأعزاء متواصلين شوط الآخر، حيث أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا الرابع عشر ومتواصلين من ضمن تحديات وانطلاقة أشواط اللقاية، ومتمنين وإياكم لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. انطلق متابعينا مشاهدين الكرام إلى البداية وإلى الصدارة الأولى لأتابع الأسماء الحاضرة والمتواجدة على أرضية وأقطاب هذا الميدان. أول الأسماء وأول الشعارات، أتابع انطلاقة السيف وفحام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد من يقدم لنا شعاره مع البداية ومع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني حيث التواجد والقدوم من ثاني الأسماء وثاني الشعارات، تواجد الشرس من يتقدم بشعار مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يقدم لنا شعاره في المركز الثاني، ألا وهو مركز الوصافة. ثالث الأسماء وثالث الشعارات، لأتابع تواجد وقدوم شعار الفايز وسالم بن علي بن سعيد آل بريص المري من يقدم لنا شعاره في المركز الثالث. رابع الأسماء ورابع الشعارات، تواجد وقدوم ووصول شعار سيف بالعبيد بالحلوس العامري من يقدم لنا سياف بشعار بالحلوس في المركز الرابع. المركز الخامس، حيث التواجد والقدوم شعار سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي يقدم لنا متعب في المركز الخامس. وكذلك أكمل بكم النداء لسادس المراكز وسادس الشعارات، حيث التواجد شعار عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي مع مجمل، بينما المركز السابع تواجدي وقدوم ووصول شعار محمد بن مسلم بن قنزول العامري مع انطلاقة وبران يتواجد بكل قوة يقدم لنا شعاره، يصل كذلك والواصل والقادم لأتابع وتتابعون من يصل ويتقدم لون. أتابع شعار عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، ولكن أعود إلى البداية حيث أتممنا الأسماء والشعارات المتواجدة والحاضرة. أعود إلى من غير نحو الصدارة، نحو الانطلاق الأول، انطلاقة الشرس ومهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يقدم ولنا شعاره، ينطلق بكل قوة. أم غادر يصل في المركز الثاني، بوجار الله يصل، عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري يقدم لنا شعاره يتواجد في المركز الثاني. أم جمل يتواجد في المركز الثالث بشعار عامر بن سعيد بن مبارك الوحيبي. الله الله الله، وصل القادم، وصل مياس ومطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يصل ويقدم لنا شعاره يتواجد كذلك. قدومي متمكن وشعار أحمد بن سليمان بن إبراهيم البلوي من يتواجد بن مروشد يبحث عن الانتصار، يبحث عن السلام مع الجانب الأيمن يقدم لنا نسد وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا شعاره يتواجد بكل قوة، بينما على ما يبدو لي شعار الفرتاج يصل ويتقدم مع مشغل. الله الله الله، وصل مشغل لون، يا تشغلهم يا راعي مشغل يا يشغلونك، بينما بن معلى قادم. ولكن أعود على اللي يبحث عن النقطة الثانية، شعار من يتقدم ولكن كيف
كيلومتر أخير، كيلومتر خطير، ينطلق متمكن لون أحمد بن سليمان بن إبراهيم البلوي، بينما بن معلى يتواجد مع منحاش شعار عبد العزيز بن معلى بن عليان. السحلي يتقدم مع المركز الثاني، مركز الوصافة بن مراشد في المركز الثالث، يتواجد الفرتاج في المركز الرابع. الله الله الله، يحيى من منافسة تحرك متمكن لون، بينما بن معلى مع منحاش من ينطلق في المركز الثاني، ويتحرك منحاش كذلك. بن مراشد في المركز الثالث يقدم لنا الأسد ويتقدم بكل قوة. وصل بن مراشد، درب 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 لهذا البطل، من تحرك ومر مرور الكرام. الله الله، بن مراشد الأسد الأسد الأسد، وراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد، من يخطف السلام ويخطف الانتصار. سلامي عليك يا من قدم لنا الأسد. أبو محمد يظفر في هذا الصباح، وحنيالك على هذا الانتصار يا بن مراشد، وسلامي عليك يا من قدم لنا الأسد. شعار راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد المركز الثاني، وصولي متمكن، وشعار أحمد بن سليمان بن إبراهيم البلوي المركز الثالث مشغل، وخلف بن نايف بن فرتاج أشلاقي الشمري رابع الأسماء. وصولي من حاج عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي، وخامس الشعارات، خامس الشعارات وخامس الأسماء، حيث الوصول من شعار نايف بن محمد بن فرج الدوسري مع جلمود. هكذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، عود وإياكم إلى لحظات وصول هذا البطل الأسد بشعار بن مراشد، من قدم لنا الأداء الفنان بكل قوة وانتزع شوطنا الرابع عشر. وأعود وإياكم إلى لحظات وصول هذا البطل، حيث تشاهدون أمامكم لحظات وصول الأسد بشعار راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. 6 دقائق وثانية وخمسة وثمانين جزء من الثانية، وأفضل توقيت حتى هذه اللحظات بشعار الأسد، وهكذا توقيت الأسد 6 دقائق وثانية وخمسة وثمانين جزءا من الثانية. المركز الثاني متمكن أحمد بن سليمان بن إبراهيم البلوي 6 دقائق 5 ثواني 39 ثانية. المركز الثالث مشغل شعاري خلف بن نايف بن فرتاد الشمري. المركز الرابع منحاش شعاري عبد العزيز بن معلى السحلي، وخامس الشعارات تواجد جلمود ونايف بن محمد بن فرج الدوسري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنوماس لجميع الفائزين، وحظ نوفر لمن لم يحالفه الحظ، ومتواصلين وإياكم شوط يليه الآخر، ومتمنين لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. شوطنا القادم وزميلي رايد الضيوفي. أمر ولي العهد نمشي به ونعيد أصايلنا لراضيها، حنا هل الركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها. ميدان على السوق زي تنفيذه السابق